آخر أجل لدفع هذه الثمارات هو 18 جويلية 2024 الساعة منتصف الليل، ثم يأتي دراسة ملفات الترشح بعدما يدفعوا الاستمارات. يتم دراسة ملفات الترشح إلى غاية 27 جويلية 2024، يعني لما يتقدموا بالاستمارات هذه تكون مرفوقة بملف، ملف الترشح يعني يتضمن 20 الوثيقة، ثم تدرس من قبل السلطة، عندها أسبوع في يديها باش تستجيب بالقبول أو برفض الملفات. إذن عندنا الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هو 27 جويلية 24، وآخر أجل لتكون على مستوى المحكمة الدستورية آخر أجل هو السبت 3 أوت 2024.